طبعا انتوا مستغربين انها طالعه لايف دلوقتي مع عيلتي كلها، وده مش معانا عشان هي زعلانه مننا، ومعاها حق ان هي تزعل. احنا الفتره اللي فاتت كل واحد فينا اتشغل في حياته، اتشغل لدرجه ان احنا اصلا نسينا عيد ميلادها، حتى كل سنه وانتي طيبه ما قلناهاش. احنا والله العظيم اسفين يا دهب. كلكم يا جماعه فعلوا هاشتاج ارجعي يا دهب. ارجعي يا دهب، انا ديشه حبيبي. ارجعي عيد ميلادك هو عيد ميلادنا، ولولاكي كلنا ما كناش هنبقى موجودين. ارجعي يا دهب، ابوس ايدك، انا كده خطوبتي هتبوظ، مش هينفع اعملها غير لما ترجعي، انا في خطر يا دهب. مساء الخير، انا هشام اول حفيد ليها. انا اسف يا دهب ان انا انشغلت عنك الفتره اللي فاتت. ارجعي يا دهب، احنا بنحبك قوي. انت اللي طفشتها. يا سلام، يعني انتوا اللي اديتوا لها اجازه الام المثاليه؟ براحتك يا دهب، ارجعي وقت ما ترجعي. اوضتك انا قاعد فيها في الحفظ والصون. ارجعي يا دهب، انت عارفه انا بحبك قد ايه. انا اتجوزت دويدار كنت صغيره وامي ماتت بدري. لما عشت معاكي كنت انت امي، ما حسستنيش اني يتيمه. انت بطله البيت ده، بطله الحكايه دي، عشان خاطري ارجعي. اسمها فعالي فعلوا يا جماعه كلكم، فعلوا هاشتاج ارجعي يا دهب. ارجعي يا دهب، ارجعي يا دهب. مش فعلوا الهاشتاج ده، يعني يستخدموا الهاشتاج عشان هي تشوف. يا دهب، عشان خاطري انا ارجعي، عشان خاطري. صلي على النبي يا اختي، صلي على النبي. يا دهب انا كنت بهرج والله العظيم، احنا من غيرك ما نسواش نكله. اهو يا عم، لا تقول لي بقى هاوي ولا زحمه ولا دوشه ولا الكلام ده كله. بص، مناظر مفتوحه وخضره، واحد عارف على الاقل ياخد نفسه. بجد يا جماعه المكان مريح للاعصاب جدا. انا رايي نيجي يوم ويوم لا، يوم ويوم لا، يعني يوم ويوم. ايه يوم ويوم ويوم؟ انت هتغني. يا عم احنا نيجي حتى ان شاء الله كل شهر مره، ده بعد اذنك طبعا. بعد اذني ايه بس يا عمو، ده حركت نور في اي وقت يعني. ايوه بقول لك يا باشمهندس، هو مش غريب قوي ان احنا قاعدين في مزرعه مانجا بنشرب شاي؟ يا عم قول لابنك يقطع لنا 2 3 كيلو من على الشجر. لا لا لا، حالا احلى نوع مانجا يجي لك تاكله وتشربه كمان دلوقتي. ثانيه واحده. لا يا حبيبي انا بهزر. لا انا بتكلم، بقول ايه يعني، اكيد الموضوع ده مش بيزنس، اكيد هوايه برضه، مش كده؟ يعني طبعا يعني. واللي عنده مزرعه زي ديت هدوودار هتلاقي حاجه تشغله، فاهمني؟ طبعا. بص يا جماعه، كان زمان كانت الناس بتزرع الارض وتاكل من خيرها. بجد؟ طبعا. يا ريتني يعني عمال اقلبها في دماغي كده، كنت خدت لي فدانين ولميت العيال حواليا والله. وزرعتهم مانجا برضو؟ يبقى ساعتها ابو الحاج دودار راح. ابو الحاج دودار دي؟ لا مش النظريه يا جماعه، مكان بعيد وبعيد عن دوشه العربيات والزحمه. يعني على الاقل حتى يعني لو اتزنقني فلوس ولا حاجه، على الاقل تفطر وتتغدى وتتعشى مانجا. على فكره انا اولادي بيحبوا المانجا قوي. وعشان كده يعني يا عم انا محضر لكل واحد فيكم قفص مانجا عشان ياخده معاهم ومروح. الله عليك. بقول لك ايه يا باشمهندس، ماليش عندك موز بقى عشان انا بعيد عنك مربي قرود في البيت. قعدتك حلوه يا دودا. اهلا يا ليلى. ازيك يا دودو حبيبتي، عامله ايه؟ اهلا يا استاذ مكرم. وصلتوا الحاجه بعد نزول الفيديو؟ فيديو؟ وانتوا عرفتوا منين؟ ده السوشيال ميديا كلها بتتكلم عن الموضوع ده. ده الفيديو عمل 5 مليون مشاهده. الله، بقينا ترند. احنا في ايه ولا في ايه؟ يا رب يجيب نتيجه وتشوفه وترجع بقى. ان شاء الله يا طنط، ان شاء الله، بس هتشوفه وهترجع، ما تقلقيش. ان شاء الله الفيديو هيوصل له. بجد تسلم دماغك يا ملك، برافو عليكي. يا رب ترجعي بقى يا دهب، يا رب. ايه ده؟ ايه؟ فعلوا يا جماعه كلكم، فعلوا هاشتاج دودا يا دهب. هي مش دهب، ارجعي يا دهب. مش فعلوا الهاشتاج ده، يعني اخدموا الهاشتاج عشان هي تشوف. يا دهب، عشان خاطري انا ارجعي، عشان خاطري. طب اهدى اهدى، كل حاجه تبقى كويسه ان شاء الله. اهدى، كل حاجه تبقى كويسه ان شاء الله باذن الله، ما تقلقش. ما هو العيل بيحبوك اهو يا دهب. امال انت عامله بشكل كده ليه؟ اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.